ثلاثة بعشر. يلا يا ابو يلا خلينا نبدأ. ثلاثة بعشر الطماط. انا عاوز ليمون ب 15 جنيه هنا يا ولاد. انا بتاكل اليوم يا ولاد الكل. انا بتاكل اليوم يا ولاد. الله الله يا ولاد اللقمه يا ولاد اللقمه. وجع العبيد يا مشاهدي متابعي منصة أبو جول ميديا، أهلا وسهلا بحضراتكم. صباح الخير عليكم داخل سوق الدهار بالغردقة. نحييكم وهناخدكم في جولة داخل السوق والخضار زي ما شايفين حضراتكم والفاكهة المجنونة. عائلة بائد 3 كيلو ب 10 جنيه، يعني ب 3 جنيه ونص كيلو. والليمون اللي اتجنن وهدي شويه بقى ب 25، كان وصل لحد 30 جنيه. والكرنب ب 15، والنعناع والخضره الرابطه بجنيه، والورق العنب ب 20. يعني الزرع ما شاء الله والاسعار في النازل، يعني حاجه جميله جدا. ما شاء الله، يعني احنا داخلين عيد الاضحى اليوم، اول يوم في ذو الحجه. كل عام وحضراتكم بخير. يعني اسعار يعني زي ما نشوف حضراتكم اقل بكتير من الشهر اللي فات واللي قبله وشهر رمضان. يعني الاسعار في النازل. والبطيخ الكيلو وصل لحد 3.5، وكمان اكبر بطيخه ب 50 جنيه اللي بيتقال عليها الزيرو، في ب 15 وفي ب 20 وفي ب 30 و 35. يعني الاسعار متفاوته واقل بكتير من الوقت اللي فات. 3 كيلو ب 10، يا مرخصت يا طماطم وعائلتي يا مجنونه. صباح الخير يا معلم. احلى صباح عليك يا معلم. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. من شايفين حضراتكم شايفين متابعين منصة أبو كبير ميديا، الأسعار أقل من الشهر اللي فات. أسعار في النازل عليه الصلاة والسلام. بدأ الليمون يعلى شوية. النبي تكسب. هينزل على 25 كمان إن شاء الله يا شيخ، يا رب ينزل. لا ما أنتوا عارفين برضه. إحنا ما نعرفش. يعني اليوم بيومه؟ اليوم بيومه يعني؟ يا مسهل يا رب يا مسهل. صباح الخير يا معلم. ورق عنب بكام النهارده؟ صلاه النبي 25. والبنجر ب 10. والالوان بكام النهارده؟ 25. اسعار 25 الالوان. والخضره بجنيه ولا السته ب 5؟ مفيش اكسجين خالص. الكرومبه الجميله دي بكام؟ ب 15. والخس معايا عمدي الواحده ب 10. منور يا عمدي حبيبي. الفاكهه زي ما انتم شايفين حضراتكم، البشاير بتاع المانجا ب 20 جنيه وفي منها ب 15. يعني البشاير نازله يعني رخيصه، نتمنى ان هي تقل كمان عن كده الموسم يعني بتاعها. زي ما انتم شايفين حضراتكم الخوخ وال ب 12، والتفاح البلدي ب 12.
بسم الله ما شاء الله. 3 كيلو طماطم ب10 جنيه والبطاطس ب6.5 والفلفل ب10 والبتنجان ب6.5 والليمون نزل من 30 ل 25. يعني الاسعار والتفاوت زي ما انتم شايفين حضراتكم واقل بكتير من الشهر اللي فات وشهر رمضان. اسعار في اقل بكتير وفي النازل. الفلفل كان وصل 30 نزل لحد 10 والطماطم كانت الاسبوع اللي قبل فات او اللي فات كانت وصلت 3 كيلو 3 كيلو ب10 جنيه. 3 كيلو طماطم يا مرخصت يا قوطه. والليمون هو اللي اتجنن وصل لحد 30 دلوقتي في النازل 25 والتجار يتوقعوا ان هو ينزل اكتر من كده. الخضره ضبطه بجنيه بسم الله ما شاء الله. الخير كتير والزرع ما شاء الله في السوق كتير. خد يا ريس 10 جنيه. بارك الرحمن. صباح الفل يا معلم. فين المعلم احمد؟ مش قاعد؟ قاعد عندك؟ طب ما خليه يصبح علينا كده هو فوق ما ينزلش. المره صباح الخير صباح لي عليه. صباح الفل عليك يا معلم. بسم الله ما شاء الله. الالوان عندك بكام النهارده؟ الالوان 25. يعني سعر موحد على السوق كله 25. الكرنب عندك صغير شويه ها؟ بكام الواحدة؟ ب10 و12. ب10 و12 ما شاء الله. والفلفل الحراق 25. الخضرة بجنيه الواحدة ما شاء الله. منورة يا معلم بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة جدا يعني الخير كتير ما شاء الله والزرع كتير. صباح لي على المعلم احمد بنفسي. قول له السكرتيرة من ده اجازة. صباح الخير صباح الرضا عليك. وشاهدين متابعين منصة بيقول ميديا كنا جولة داخل السوق الدهار بالغردقة. زي ما انتم شايفين حضراتكم الفاكهة والخضار بأعلى الأسعار. والكنتالوب ب5 جنيه والخوخ ب12 والمانجا ب20 والعنب ب15 في منه ب12 والطماطم 3 كيلو ب10 جنيه. وشكرا لحضراتكم ونلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمنه.